هل صحيح تصليح الحول مهم في حياة ابني وبيفرق في حياته؟ الله ليليا ان شاء الله زي القمر والله جميلة خالص الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يعني جميلة نور الكادر بتاع القمر يعني على الصورة فرق كبير صراحة فرق كبير. طب بص عليها كده نقول يلا الحمد لله احنا عملنا العمليه بقى لها قد ايه سنه تقريبا سنه من سنه الحمد لله وعينيها جميله ومعتدله نقدر نشوف صورتها قبل وبعد كده نمسك دي كده لولو يلا امسكها لي فرق كبير الحمد لله بعد رب العالمين فضلك الحمد لله ربنا يخليك يا رب ما تحرمش منك حضرتك قلت لي بقى في فرق كبير بعد العمليه كتير دكتور اجتماعيا فرقت معي يعني صراحه وحتى بين الاهل بين يعني مناسباتها هي كمان كتير الحمد لله كتير هي نفسها فرق معاها ولا انتم معاك انتم نفسيا هي صراحه ونحن الاهل وهي هي ازاي بقى حضرتك احكي يعني كانت طبيا يعني هي تتضايق اكثر شيء من يعني من العيون بعدين لما بتشوف هيك رفقاتها يعني كان يزعلني هذا الشعور في الاعياد ميلادها في صورها اما هيك لا الحمد لله لكن اجتماعيا كان الاهل طبعا بيبقوا متضايقين قوي اكيد يا جماعه لو سمحتم علاج الحول مهم لابني اجتماعيا وصحيا اسمه ايه الدبدوب شو اسمه دكتور اسمه اوبلو ده اسم صعب قوي بس ماشي اوبلو هي جاي عشان عينه دكتور حتصلحها كمان بس الدكتور هي حكت قالت انه اخذته على سوريا وانكسر وانا كنت زعلانه قال بدها تاخذه على الدكتور اللي سوالها عينها عشان كده اليوم تذكرتها ونسيت تجيب نظارتها بس تذكرت الدبدوب تجيبه يعني انت جبت الدبدوب عشان اصلح عينه اليوم جبت الدبدوب اصلح عينه طيب خلاص انا واحده صلحة. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله فاهمني ما تترددش تتصل بينا في طبيب